اليوم ربما حصه الاسد غادي تاخذها الثوم، لان كنعرفوا ان الثوم فوائدها كثير بزاف، وغير هي بوحدها راها صيدليه ياك. العشبه المعجزه. العشبه المعجزه. دكتور صباح الخير. او الاكله المعجزه. صباح الخير اختي سمية. مرحبا بك معنا في اولى حلقه هذا الاسبوع، حلقه يوم الاثنين، وجبتي لنا الجديد. دائما احنا مع المفاجات ودائما مع الجديد من الاكتشافات ديالك. هضرنا اختي، هضرنا اختي ديجا، هضرنا على الثوم ورجعنا هضرنا على الثوم، واخا نهضروا التنعيه وعلى الثوم ما نعطيوش حقه. دونك الثومه واعره. غنبداو اللي هي اللي غتحل لنا الباب، حيت انا اليوم باغي نعطي واحد الوصفه سبيسيال، واحد اون فورمول ريالمون سبيسيال. اذا ما تفوتوش حلقتنا ديال اليوم مستمعاتي مستمعينا، فعلا انها اليوم هديه من عند استاذ جمال، غادي يهديها لكل مستمعينا. كتقوي مناعه الجسم، كتكافح الامراض ياك كامله. واعره اختي. صالحه، نعطي مثال بسيط، صالحه للمخ، صالحه للودنين، صالحه للعينين، صالحه للنيف، الحنجره، للرئه، الصدر، صالحه للقلب، صالحه للكبده، صالحه للكلاوي، صالحه للموتور، صالحه للالتهابات المفصليه، صالحه للتوندون ليغامون ميسكل، صالحه للعروق، صالحه لكل شيء. وان كل الاشخاص يقدروا يستافدوا، وكل الاشخاص يستافدوا، كل شيء، كل شيء اختي. الي سبيسيال. دابا هادشي كل هاد الوصفه هاد اللي غنعطيو اليوم راه حنا هضرنا عليها قبل غير متفرقه. دابا اشنو هو باش الناس يبداو يتعلموا هما يكونوا دواهم. دونك غنجمعوا بعض الحوايج اللي عطيناهم قبل، بعض العقاقير اللي عطينا قبل، باش غنخلقوا واحد الوصفه اللي راه خطيره، راه فعاله ممتازه. التجربه هي ام العلوم، هي الكل في الكل. ها الور نبداو باش ما نطولوش على الناس. غنبداو باش بالثوم. بالثوم غنبداوها كيف العاده. دابا ولات العاده الناس اللي لي زيترونجي تيبغيو نهضروا معاهم بالفرنساويه، نعطيهم شويه المعرفه. الور غنبداو اون فرونسي وردوها بالعربيه. نردوها بالعربيه. الور لاي هو الثوم اللي معروف، وراه قلنا في القران ما نساوهاش، راه مازال الناس ما جاوبوناش، راه مازال عندنا التباس في بقليها، واش الرشيم ولا البقوليات، راه مازال هنا، راه مازال ما رجعناش للوصفه اللي كنا جبدنا قبل بديناها في هذا الموسم. الور لاي توم. Des études scientifiques récentes confirment les propriétés quasi miraculeuses de ce bulbe qui figure parmi les plantes culinaires et médicinales les plus utilisées et les plus efficaces. L'ail, malo, il est tonique, antiseptique, stimulant général, anti-arthritique, effet brifuge. Il est conseillé ou est conseillé dans les cas suivants. D'abord, un excès de cholestérol. Depuis les années 1930, environ 70 études cliniques ont permis de montrer que l'ail faisait baisser de façon légère mais régulière les taux de triglycérides et de cholestérol. L'hypertension artérielle. Une quinzaine d'études cliniques ont confirmé cette propriété. Les maladies infectieuses, dont la grippe. Plus de 250 études scientifiques ont prouvé les propriétés antibactériennes et antifongiques de l'ail. Salh les mycoses. Le diabète. Trois essais cliniques ont attesté de l'effet légèrement hypoglycémiant de l'ail. De les diarrhées. De les affections respiratoires et pulmonaires. Daïm al jama. De la fatigue cardiaque. De la mauvaise circulation, les varices, les hémorroïdes, de les intoxications alimentaires ou tabac ou tabagique, de les rhumatismes, de la flatulence, de les troubles de la sexualité, de les problèmes urinaires. Par ailleurs, des équipes scientifiques néerlandaises ont récemment prouvé l'action bénéfique de l'ail et de l'oignon, entre parenthèses, hein, bien maintenant. En prévention de certains cancers, notamment des voies digestives, et en usage externe aussi, l'ail est précieux. Écrasé, il soigne la plupart des petites plaies infectées ou non, à condition que ce ne soit pas des dermatoses. Ben, par exemple, les piqûres d'insectes, les cors, les verrues, les kystes. Nabda bseta, l'ail, le françaisouya. Rajaou l'arabia. Alors, tu munchet, mutahir. مقوي عام ضد المشاكل المفصليه، ضد الطفيليات، ينصح في الحالات التاليه: الكوليسترول. من 1930 تقريبا 70 ايتود، 70 دراسه كلينيك سيونتيفيك بينوا ولا ظهروا باللي
راه لاي راه التوم تينقص تدريجيا ولكن بدوام هذا تدريجيا لطو النسبة ديال الكوليسترول في الدم أو ديال التريغليسيريد. يعني إلا خديناها بصفة متكررة ومداومة غادي وتينقص الصحة تينقص اليوم ينقص شوية وغدا ينقص شوية وبتغدا ينقص شوية تتنتنوا منه. دابا جبدنا الكوليسترول ما تنساوش راه كنا قلنا الكوليسترول زريعة الكتار رائعة وراه تذوب التريغليسيريد راه قلنا الورق الزيتون اوسي قلنا اليازير قلنا مريوت قلنا الورق الخرشف قلنا الخرطال قلنا الثوم اللي تنهضروا عليه دابا قلنا البصل قلنا الرجلة احتمل لي سيغما دو مايس حري الكبار او شعر الكبار راه هو هادشي كله تيذوب الكوليسترول. طيب استاذ جمال غادي نتوقفوا في هذه النقطه هذه ياك ديال الكوليسترول ومن بعد راجعين بعد فاصل الاشاره. حنا تنهضروا على الثوم دائما مع الثوم. طيب مستمعاتي مستمعينا الا كنتو كتذكروا معنا قبل الفصل كنا توقفنا في النقطه ديال الكوليسترول قلنا مدى الاهميه ديال بعض المواد والثوم خصوصا من بينهم انها كتخفض نسبه ديال حنا تنهضروا دابا على الثوم قلنا ضد ليبرتونسيون ارتيريال ارتفاع الضغط الدموي اش قلنا على الاقل 15 ديال الابحاث كلينيكا سيونتيفيك هذاك اكدوا هذه القوه ديال الثوم وهذه القوه العلاجيه ديال الثوم خاصة فاش في لي مالادي انفكتيوز الامراض المتعفنة او هذاك الور اللي عندها مثال بسيط عندنا لا غريب واحدة كامل داكشي كامل اكثر من 250 بحث طبي اكدوا باللي القوة المطهرة والعلاجية والفتاكة ضد الميكروبات كل شيء ديال وتحت ضد الفيروس والفيروس راه عندنا مشكل فيه هلا الور باللي الثوم فتاك بهاد الجراثيم وبالفيروس حتى من لونتي فونجيك حتى من الحوايج اللي الطفح الجلدي حتى هو فعال فيه اخر بحث راه في الانترنت كاين اخر بحث هذه واحد الشهرين ونص ولا ثلاث شهور خرج من لي زيتازوني باللي الثوم 100 خطره جهد من الاقوى المضادات الحيويه اللي كاينه في الفارماسي الثوم صنع رباني طبيعي فعال ممتاز تيفتك بالجراثيم حتى من لي فيروس الور قلنا ضد لي ميكوز دونك ضد لي شامبينيون ضد داكشي الطفح الجلدي غالبا قلنا ضد داء السكري الديابيت ثلاثة ديال الأبحاث العلمية الكلينيكية برهنوا باللي الثوم تينزل السكر ضد الأغلبية ديال لي دياري الإسهالات خاصة النساء تكون متعفنة اختصاص ديالهم الثوم والحرفة رقم واحد ديالو أشنا هما كلنا المغاربة تنعرفوه وهضرنا عليه تعينا هو الصدر ومشاكل ديال الصدر مشاكل درية راه هادي واحد خمس شهور ولا ست شهور عاودنا القصه ديال جده الله يرحمها كيفاش النخيمه عندها لي دو تيير ديال لي بومون اون كومبري كيفاش الاتروفي دابور وعاد باش ان تيير اللي بقى الى اون كومبري وكيفاش تروحات وكنا خايفين عليها وما خلينا ما عطيناها من الدواء بور اكسبكتوري باش تخرج النخيمه وداكشي والو غير عطيتها شويه الثومه والزيت البلديه وداكشي اللي خرجت من صدرها العشب الثوم اختصاص للصدر ومشاكل ديال الصدر والمرض الدريه راه فيه العجب حتى الكونسير الدريه راه اختصاص ديالو الثوم واعر اختصاص طوطال رقم واحد راه ممتاز نيف الحنجره وخاصه الرئتين قلنا ضد لافاتيك كاردياك القلب ومشاكل ديال الدوره الدمويه وديال ديال ديال والعياء ديال القلب ضد لي فاريس لي زيمورويد دونك توجور مشاكل ديال الدوره الدمويه ديال العروقه دونك ضد لي فاريس اش غنقول العروقه اللي تيطردقوا في الرجلين في كل بلاصه وضد البواسر الدوالي ساقين لي فاريس وراه قلنا العروقه هما الكل في الكل راه هما العروقه تيدوزوا الدم والدم تيدوز الاكسجين والماكله والعضو اللي ما خدش الاكسجين والماكله تيلوى تيضعف تيكون مشاكل عندنا فيه ضد التلوثات ديال الاكل او الناتج على الكارو اللي تيكميو دونك لي زانتوكسيكاسيون اليمونتير دونك التسممات الغذائيه وداكشي كامل حرفتو راه تنعرفو عقرب قرصاتك عقرب خذ الثومه في البلاصه بغجها وديرها في البلاصه ديال القرصه ديال العقرب راه صالحه حتى الحناش والفاعي وداكشي كامل كتوقف السم يعني ما كيدخلش الدم كنا عطينا واحد الله يرحمه مسكين واحد جوج
مراكشيين صحاب كثر من 30 عام يوميا تيمشيو يخرجوا يصيدوا الفعيب وسكا وداكشي كامل قبل ما تيخرجوا اش يديروا تياكلوا واحد الزنبوعه اللي هي اون اورانجا مير اللي هو لو بيغارادي اللي هو الرنش وفرع ديال الثومه يوميا يمشي واخا ضربوا بوسكا ما دي منه والو تسم داك النهار واحد فيهم داك النهار نسى ما كلش الثوم وما كلش الزنبوع ما غتجي غير فيه جاي مديدو ضربوا بوسكا لحو ميت دونك الثوم اختصاص للسموم كتوقف السموم اللي كتوقف وبلاتي والالاف السنين راه ماشي من دابا راه من الفراعنه ومذكور ضد الروماتيزم معروف ضد الفلاتيلونس المعدة ثقيلة مهر هراق عدم الهضم الغازات المعوية وداك شيء ممتاز وهنا ضد لي تروبل دو لا سيكسواليتي مشاكل الجنسية على عد الرجال لعد العيالات راه منشط جنسي وما نساوش راه قلناها شحال من خطرة مثال بسيط حنا الرجال راه الموتور بونجا د العروقه تحلوا العروقه راه كاين كلشي القوه الجنسيه والانعاد وداكشي كامل ما تحلوش العروقه راه ما كاين والو داكشي علاش دا السكري خبيت والحرام تيضرب لنا العروقه وتيقيس لنا العينين الكلاوي الموتور بزاف الحوايج اذا الثوم صالح لينا وصالح بزاف المشاكل ديال الجنسيه ضد المشاكل لي بروبليم اورينير دونك المشاكل ديال البول البوله مشاكل البوله وكل شيء طيب ابحث غادي نتوقفوا ثواني قليله لو سمحتي حنا دائما في سرد فوائد الثوم على هذه الامراض هذه كامله ومدى القيمه العاليه ديال الثوم وي اختي طيب بعد فصل اشاري غادي نكملوا المزيد دائما مع الاسرار ومع المفاجات ومع وصفتنا ديال اليوم اللي تدرج لاول مره وحصريا على موجه اذاعتكم ام اف ام وفقره عندي دواك طيب وفي فقرة عندي دواك ما زلنا مستمرين معكم مع المعرفة وكثير من الأسرار المكنونة في هذه العشبة المعجزة ياك أستاذ جمال ديال الثوم آخر الأبحاث ديال الهولندي النيرلندي ياك أكدوا أخيرا أكدوا القوة والفعالية ديال الثوم في الحماية من السرطانات وفي الشفاء من بعض السرطانات خاصة سرطان ديال المعدة وهذاك وده تأدرية والمعدة هذا تأكيد هو والبصل وراه قلنا قبل راه قلنا دي واحد 11 شهر راه قلنا الثوم والبصل الأعشاب المعجزة هما ولا الوفيرا أعشاب معجزة والتركيبة الرباعية اللي هضرنا عليها في رمضان العقاقير المعجزة داك الشيء علاش اليوم غنعطي واحد الوصفة خاصة سبيسيال ممتازة هضرنا على العقاقير ديالها منين نعطيو الوصفة نقدروا نسردوا بالزربة بسرعة حيت كنا هضرنا قبل ونعطيو الفوائد ديالها مع شرح الفوائد ديال كل عقل غادي نتكلموا لا خدينا اختي مثال بسيط خدينا واحد الحامضة عصرناها خدينا العصير ديالها درنا في ميكسر في الخلاط يعني خدينا دخلنا الوصفة ديالنا اي دخلنا الوصفه دابا خدينا نبداو بالحامض اي لو سيترون الحامض عصير حامض الحامض الفاكهه المعجزه الفروي المعجزه الور الحامض عصرنا هذا الحامض خدينا حامضه درناها في ميكسر قشرنا واحد الفص ديال الثوم واحد من المستحسن نقسمو على النص نحيدو القلب ديالو ما تتهضم تتدوز جوج سوايع الور لحنا ديك الفص ديال الثوم خدينا واحد ثلاثه ولا اربعه العراش ديال المعدنوس هزيناه لحناه في داك الميكسر خدينا واحد ربع معلقه صغيره ديال القرفه ني تبنينا وداك الشيء وتهرس لينا الحرفه وداك الشيء كامل ديال الثوم وتلددنا الله يعطيك الصحه زدناها في داك الميكسر وخدينا واحد الكاس ديال الماء دافي دافي عطي شويه السخونيه حيت منين غنطحنوا ونصفيو ونخويو في الكاس نلقاوه دافي ما لقاوش بارد لا نفطروا يوميا لا قدرنا نفطروا يوميا بهذه الوصفه راه خرج العقل اللي فيها بالاحرى لا قدرنا نزيدوا واحد ربع بصله بيضاء حمراء كيما بغيتي هذاك الا قدر لا قدر بعض الناس ما يقدروا بعض الناس ما يقدروش ولكن راه الوصفه المعجزه شفاء تام الأغلبية الأمراض هذه الوصفة ركنا قلنا قبل دخلوا غير الانترنت راه ما تنجيبش من عندي انا بحالي بحالكم درت بحث في الانترنت شي حوايج غتلقاهم غيصدموكم لي لابوراتوار المختبرات عندهم هذه المعرفة ولكن ما باغينش يعطيوها الناس يقلبوا على رباحهم الرباح ديالهم فاش باش يديروا استخلاص ديال المواد اللي تتهمهم باش يصنعوا دواء يبداو يبيعوه يدخلوا فيه مالية الملايير الدولارات ما نساوش أول دخل في الدنيا أول دخل في الدنيا قبل من السلاح وقبل من البترول وقبل من الطونوبيلات وقبل من كل شيء
هو اللابوراتوار هو الدواء. الور الدواء تيدخل البلاير ديال الدولار، وراسا نعرفوش حنا الشركات اللي تهمنا اللي تهمهم العالميه اللي تهمهم غير الفلوس، ما تهمهمش حاجه اخرى. الور عندهم هذه المعرفه باللي سيترون الحامض 10000 خطره جهد من الشيميو، والباوبا والكوروسول والجرافيولا حتى هما 10000 خطره جهد من الشيميو. راه عندنا مثال بسيط هضرنا على راه المعرفه تنعطيها، هضرنا على الجرافيولا والباوبا والكوروسول، راهما من لافامي ديال لي زانون ولاد دي هذاك النوني تا هو من لافامي دي زانون، راه عندنا دابا في السوق. والله اختي سميه لقيته البارح، بشحال لقيته؟ ب 20 درهم. تلفت شريت 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 بنين الجديد ما خليت ماكل. سي تان فروي كي اكزيست عندنا، علاش بوركو نو بون بروفيتي، سيرتو فيه الدواء والشفاء الواعر وغير فروي. الور قلنا الحامض عصير حامضه، الماء دافي، عطي شويه للسخونيه باش منين نطحنو غنلقاه دافي. فص واحد ثوم، واحد ربع معلقه ديال القرفه، واحد ثلاثه ولا اربعه ديال العريشات ديال المعدنوس. ساهل رخيص هادشي كله، رخيص هادشي كاين. بغينا نزيدو البصله قدرنا عليها مرحبا، ما قدرناش نجنبوها. وبيان سير ونزيدو واحد المعلقه صغيره ديال العسل الحر باش حلينا. معلقه ديال العسل الحر وركنا تحلينا كلشي صفينا. هي باش نفطروا قبل من الفطور، اول حاجه غينعش العروقه ويحلهم ويبدا لنا من المخ ويشافي جميع مشاكل المخ، واللي عنده الودنين ومشاكل الودنين والنيف وبجميع المشاكل ديال النيف، من السينيزيت من الرواحات من داكشي كامل، الحلق ومشاكل ديال الحلق والتهابات ديال الحلق، ويعطي قتله حتى حتى الحلاقم، ينزل البلعوم جميع مشاكل البلعوم. المعده اختصاص المعده، ويطهرها ويحيد لينا لا دياري ويحيد لينا كلشي، المصره الغليظ الرحمه ليه والتنقيه، هو فين كاين الخبات، راه دقه بطله، راه واعر، صالح للقلب، منشط القلب، منشط الدوره الدمويه، صالح للكبده، صالح بزاف اختي. الموتور تيربو اش بغينا، رجال ولا عيالات، مسخين الكل، الالياف، الاعصاب، لي توندون، لي غامون ميسك، العظومه، الالتهابات المفصليه، الجلد، جميع مشاكل الجلد. فيه العجب بجوج فرانك نحميو نفسنا من الامراض ونشافيو نفسنا. وصفة سهلة وبسيطة. الله يعطيك الصحة، نعطيو دابا هاد الوصفة يوميا كفطور. يوميا يوميا كفطور فقط، باش يفهموا باش يفهموا الناس هاد العقاقير اللي ذكرنا، غنسردوهم بالزربة اش فيهم الفوائد اللي فيهم. لها مع وصفة معجزة كيف ما قال الأستاذ جمال، حملة مواد وعقاقير بسيطة جدا ولكن غالية في المنفعة. ياك قلنا أنك كتحتوي على عصير الحامض، على فص ديال الثوم، على ربع ديال العريشات ديال ورق المعدنوس، ربع معلقه ديال القرفه، كاس ديال الملها شويه سخون ملي غادي نطحنو غادي يولي دافي، وربع بصله هادي الا قدينا، كلشي هادشي مخلط في الخلاط الكهربائي، تنصفيو ومن بعد تناخدو كويس فطور يوميا على ربع. فوالا ومعلقه ديال العسل. ومعلقه ديال العسل باش نحليو. فوالا وصفه واعره. غادي نحلو كل ماده بوحدها. الله يعطيك الصحه. ونعرفوا شنو الاهميه والفائده ديال هاد الوصفه. وغنعطيو غير نبدا بالزربه باش ما نضيعوش الوقت باش نسيبوا نيت الاسئله ديال عباد الله. الور نعطي مثال بسيط، ما تهمناش المصدر ديالو 3000 حامضه غتعطينا واحد الليتر ديال ليسونس وداكشي كامل، اشكل المكونات اللي كاين في الحامض، الناس ما تهمهمش هادشي لا الصالح. الور نمشيو، اول حاجه قلنا الحامض فتاك بالجراثيم، مطهر، سي ان باكتيريسيد، هذاك سي ان انتي سيبتيك، تحت الكرويات البيضاء في حمايه الجسم، دونك سي ان سيمولون سيستيم ايمونيتير، منعش منشط الدماغ، تونيك دو سيستيم نيرفو، تونيك كاردياك، ضد الروماتيزم، ضد لا غوت، مهدئ الحموضه ديال المعده. الناس راه غالطين تيسحب لهم، هو تيدير هذا هو اختصاص المعده والحموضه ديال المعده، هذاك دونك الحوايج اللي خاطئين عندنا حنا في هذاك. اختصاص الحمايه من الشيخوخه المبكره، اللي بغات ما تشربش عليها بالحمض شربا وموضعيا. سي ان تونيك فينو، تنقص من تخثر الدم، سي ان فلويدون سونغا، سي ان هيبوتونسور باغ روتور دو ليكيليبر بيولوجيك، ضد فقر الدم، تحت الافرازات ديال المعده والمراره والبنكرياس، ضد السموم، ضد الدود، ضد الحكه. تنستعملوا في الامراض التاليه، تعفنات عامة وخاصة تعفنات المعدة والرئتين، هذا الحامض. ما تنساش اش هضرنا على الثوم، راه دابا حنا في الحامض. في الحامض. اختصاص التعفنات عامة جينيرال، الذات كلها، وخاصة تعفنات ديال المعدة والرئتين.
ضد الباليوديزم، ضد لي تافيفر، السخانه البارده السخونه، الحمايه من العدوى، ضد لاستيني لينابيتونس دونك العيا العيا التامه ضعف القوه الاعضاء باكملها، ضد الروماتيزم، ضد لاغوت، ضد الحجر في الكلاوي، ضد النبوله مشاكل النبوله والمراره، ضد الحموضه الشديده للمعده، ضد قرحه المعده، ضد القهمه دونك تعسر الهضم، ضد لا ديسبيبسي الغازات المعديه والمعويه، ضد السكوربوت، ضد الارتيريوسكليروز ليبيسيسمون ايدورسيسمون ديال لي باروا ديال العروقه ارتيريال دونك تصلب الشرايين، ضد تساقط الشعر، ضد لي فاريس تخثر الدم قلناها الا خدينا 21 يوم قلناها قبل الاستعمال ديال واحد حامضه على الاقل في اليوم راه تتسوى الحجامه سي لا ميم شوز كو لاسيني بلاص ما نديرو الحجامه راه نقدروا ناخذوا غير حامضه واحده في النهار مده 21 يوم بحال درنا الحجامه كتصفي وطهرت عالم ممتاز ضد السمنه ضد ارتفاع الضغط الدموي ضد السر الرئتين والعظام راه كاين بزاف الانواع ديال السلة ديال المهبل ديال كاين بزاف الحوايج هذاك ضد التوبركيلوز بيرونير ولا اوسوز ضد نقص المعادن في الذات صالح النمو صالح النقاهه صالح الفقر الدم صالح التقيه الرده داكشي كامل القيء تيقوي يهدل الكبده ومشاكل الكبده ضد البنكريا دونك ضد لي زيموراجي لي موفيلي ضد البنكريا مشاكل البنكريا ضد الغازات المعديه والمعويه ضد الاسهال ضد التيفويد ضد لي بارازيت انتستينو الحنهاش الربو الضيقه لا غريب لا برونشيت لا بلينوراجي السيفيليس دونك النوار داكشي كامل ولا لا شوت بيس دونك لا بلينوراجي شوت بيس البرد اللي تنقول البرد الجنسي الور دونك النوار ضد الشقيقه ضد الصداع راه عصير واحد حامضه في نص كاس من الماء دافي محلى اللي تنحليه بالعسل هو احسن عصير خاصة الناس اللي فيهم السخانة المحمومين وداكشي ضد التقية هاد الكاس اللي قلنا احنا ديال المدافي وفيه حامضة هذاك راه فعال ممتاز ضد ليزيموراجي ضد الحناش مثال بسيط الحناش اللي اخذوا حامضة نطحنوها بأكملها القشور اللب والعظومة وكل شيء في الماء ونزيدوها الله يعطيك الصحة ميرسي اختي هذاك ضد الاقتحام الكبدي اش غنديروا مثال بسيط ناخذوا واحد ثلاثه الحامضات نخويو عليها المدافي بالليل نخليوها حتى الصباح ونشربوا نشربوا على طول النهار ضد الغازات المعويه في الليل كي قلنا نخويو الماء نخليوه واحد نخليوه حتى الصباح نخليوه جوج ثلاثه السوايع نخلينا حتى الصباح اونكور احسن استعمال الخارجي ضد لي روم ديال السيرفو ضد السونيزيت الجيوب الانفيه راه جوج نقطات ديال العصير ديال الحامض في النيف راه من الدكشر فيه عده مرات في اليوم ثلاثه اربع الخطرات اختصاص السونيزيت راه معروفه ضد الرعاف العصير في شويه ديال القطن نجي نشيدو نلويه نديرو في لانارين انا تهنيت من الرعاف ضد لي زافت لي ستوماتيت دونك تقرحات ديال الفم عصير ديال الحامضه زيد على العسل زيد الماء دافي نمضمض به عده مرات في اليوم ضد الحلاقم لي زونجين يمضمض بعصير الحامض زائد ماء فاتر زائد مسحوق واحد عود قرنفل زائد رأس ملعقه صغيره قرفه ضد الشقيقه شرائح تنديروها كنا شرائح الحامض ندوروا على الجبهه ديالنا وعلى راسنا من ذاك شرفيع ضد الجرح عصير الحامض فقط بوحده نخفوه كاع بالماء نديروه للجرح تيقتل جميع الجراثيم ضد التلال قشو هذاك نقشروا جوج حامضات في خل حادق نخمروا واحد 10 ايام دونك غناخذوا خاصه داك لو زيت دو سيترون القشور هذا الحامض القشور الحامض دونك لو زيت سيترون دو سيترون دون دو فينيغر خاصه لو فينيغر دو بوم نرقدوه فيرمونتي بوندون 10 جور ا بوبري دونك واحد 10 ايام نصفيه ونستعملوه على التلال راه فعال محساك لا درنا هاد الحامض اللي خمرناه اللي درناه في الخل التفاح وزدنا نفس المقدار ديال عصير البصل الملحه الحيه السلجام والحامض اللي خمرناه في الخل دونك راه فعال التلال وكل شيء حيت الناس يطرحوا هاد الاسئله على الجد ضد هشاشات الاظافر راه هضرنا عليها حامضه نعصروها نزيد واحد جوج ثلاثه ديال التومات نبغجوها فيها فين ما ندوزو قدام ديك الجبانيه نغطسو الفرن مجربه
لا كثرتو كثرتو جوج الاسابيع، لا غير ضربوا العود صافي هذاك فلحته ولا هذاك، راه الله يحفظ اللي دارت هذه ونتفات شي وحده تنزل لها وجهها بسهول، حيت والله اختي الله مدرا زوار. ضد البشره الميدمه دونك راه معروف اون بوغراس وداك الشيء كامل، ضد النمش ضد الكلف، صالح بزاف، صالح الحامض صالح. سبحان الله، هذه كلها فوائد بلاتي الحامض. بيان سير ضد التجاعيد وبيض الوجه مرتين في الاسبوع، قناع الوجه بعصير الحامض لمده جوج ساعات ثم يغسل. حوي سهل الحامض، الايادي ناعمه والبيضاء، عصير الحامض مع الجليسيرين دقبط لو سير لو شون تتحس به رطب وكل شيء فعال، بمعنى ماشي غير اليدين، لا عندنا حتى في الدات، اي طبيع في الدات بون دو مايو لي كود داك الشيء كامل لي جنو داك الشيء كله راه رحمه. هذاك الشيء الخدمه الزوينه 50% الجليسيرين 50% ديال الحامض، الرحمه فعال. الحفاظ على البياض راه قلناها، ولا مع الاسنان الحامض تناخذوا الفرشه ديروها في الحامض، راه عطينا شحال من الوصفه. هذاك بوحده هو بوحده في حد ذاته فعال، وتحيد لنا كاع اللي طارت وكل شيء اللي كاين في هذاك، خلي لي مايبريون وكل شيء. ضد لسع الحشرات عصير الحامض والملح الرحمه، لا ما عندكم والو غير شويه الدفال والرحمه ديروا على بلاصه ديال الشنيوله 10 ثواني كنتوا تكذبوا، مشى الحريق وما وردتش. دونك شي حوايج بساط لا بغينا احنا كاع ننظفوا كاع النحاس نحكوا باش بنص حامضه ترجع يتبارك، لا بغينا نحكوا ننظفوا الفضه ولا النقره نحكوا بشريحه من الحامض نغسلوا بالماء الساخن ورجع كل شيء جديد بيض تاي هذاك. لا بغينا ننظفوا الرخام فيه شي حاجه خاصه الرخام الابيض، نحكوا طبيعي بعصير الحامض من بعد نمسحوه مزيان بمنديل رطب بيان سير ونتبعوه بشويه الزيت في البلاصات يرجع يتبارك ويحيد كل شيء. لا بغينا الحوايج عندنا الملابس عندنا فيهم الصدى، نوضعوا واحد الشريحه ديال الحامض من التحت ومن الفوق، نجيبوا الفيرارو باسي المصلوح ونصلحوا من الفوق هو تهز لنا داك الصدا وداك الشيء كامل. لا بغينا نحيدوا الطبيع الصفري اللي كاين في لابابو وكل شيء، نحكوا الموضوع بعصير الحامض مع الملحه. لا بغينا نبعدوا النمل، نوضعوا واحد الحامضه خامجه سيرتو ان بو بوري سيترون بوري بعد لينا كل شيء. بغينا نبعدوا التونيه ديال اللي تتشد في الحوايج، نديروا شرائح ديال الحامض ولا دخزامه. دونك راه صالح لبزاف د الحوايج. ما شاء الله نصائح كامله مكموله.